نختم ونشر مشاهدينا من قسنطينة، حيث نظم مجمع كوندور حفل تسليم الحذاء الذهبي لموسم 2015-2016، وذلك بفندق ماريوت، حيث حضر الحفل وجوه رياضية معروفة، كما تم تكريم مختلف المتفوقين في مختلف الرياضات، إضافة إلى قدماء الرياضة الجزائرية وصناع التاريخ الوطني. عبد الجليل حنديس كان حاضرا ورصد التالي. اليوم المستفيد من هذه الجائزة هو شاب ليبي، ولحسن الحظ أن هذه الجائزة تعطى لأحسن، مع أن حتى ما فيها حتى يعني تمييز، اللي يسجل أكثر عدد من الأهداف هو اللي يأخذ الجائزة. هذا دليل على الشفافية الموجودة في الجزائر، هذا دليل أن الجزائر دولة وشعب تشجع الامتياز، تشجع ضد الرداءة.